كابتن احمد هروح معاك للتشكيل أوه. ونناقش حضراتكم طبعا كابتن احمد عبد الحليم وكابتن جمال عبد الحميد وكابتن عبد الرحيم علي تشكيل فريق نادي الزمالك، محمد عواد، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد الونش، احمد فتوح، ومحمد اشرف رؤى، وامام عاشور، سيد نيمار، شيكابالا، زيزو، وسيف الدين الجزيري، البدلاء محمد نديم، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعه، المسلوسي، سيف جعفر، حسام بيسو، ويوسف ابراهيم اوباما، ويوسف اسامه نبيه، وحسام اشرف. كابتن احمد للمباراه الثانيه على التوالي الراجل بيبدا بشيكابالا. وخارج الملعب، خارج القطر المصري، وخارج دايما متعودين شيكابالا في الماتشات اللي بره بيقعدوا احتياطي، الراجل النهارده بادئ بيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه هو شاف ان رؤى وامام عاشور هما الارتكاز في هذه المباراه. هل الراجل هيلعب 3 4 3؟ هيلعب 4 3 3؟ وجهه نظرك انت في التشكيل ووجهه نظرك في طريقه اللعب يا كابتن احمد. بص يا كابتن، بالنسبه لشيكابالا، عشان هو بس ايه، هو يعتبر هو وعبد الشافي اكبر لاعبين سنا. صح. وفي السكواد الجديد بتاع نادي الزمالك، السكواد الجديد نزلوا بالاعمار السنيه، متوسط السن نزل جدا. انا قلت الكلام ده امبارح. واخد بالك ازاي؟ فشيكابالا بيلعب عشان شيكابالا له تاثير قوي جدا جوه الملعب وبره الملعب في البطولات اللي حققها نادي الزمالك في الفتره الاخيره. واخد بالك؟ فله الحق في ان هو يتوج بانه يلعب يعني. التشكيل، بص انا يعني احنا قاعدين دلوقتي كنا قاعدين بنتكلم هو هيلعب يعني من وجهه نظري انا، مش ما اعرفش الكباتن هيقولوا ايه، هيلعب 3 4 3، بس التشكيله بتاعه اللعيبه اللي في نص الملعب في حاجات ثابته. يعني زي الونش وحسام عبد المجيد دول ثابتين. عبد الغني بقى هيلعب التالت بتاعهم ولا قدامهم ورا نص الملعب؟ فانا رايي ان التشكيل يعني هيلعب 3 4 3، الثلاثة اللي هيلعبوا ورا اللي هو الونش وعبد الغني وحسام، وهيلعب على اليمين سيد نيمار وعلى الشمال فتوح. واثنين، بص بقى المجموعه بتاعت نص الملعب دي هي المتغيره. يعني رؤى برضو ده ثابت، سواء ثابت بيلعب، اللي هيبقى فيه متغيرات من امام عاشور ومن شيكا ومن زيزو، دول هيبقوا برضو متحركين. مين اللي هيشغل الجنب اليمين؟ مين اللي هيشغل الجنب الشمال؟ انا بقول لك مفيش مركزيه خالص، الوحيد اللي ثابت فيهم اللي هو سيف الجزيري. انما مين اللي هيلعب على اليمين؟ الطرف اليمين، مين اللي هيلعب على الطرف الشمال؟ مش هتبقى ثابته، يعني هتلاقي مره امام عاشور، هتلاقي مره شيكا، هتلاقي مره بتاع ده زيزو في الجنبين بالذات. واخد بالك ازاي؟ فانا شايف ان الراجل النهارده محافظ جدا. ما انا عشان كده بقول لك فيه اهتمام من الاداره الفنيه، مدي المباراه اهتمام، بيملى نص الملعب بشكل قوي جدا، والنواحي الهجوميه عاليه جدا، لان المجموعه اللي بتلعب غير محمد رؤى كلهم بيتميزوا بالناحيه الهجوميه. يعني انت بتكثف النواحي الدفاعيه وبتحاول تضغط تقطع الكره في نص الملعب، والنواحي الهجوميه عندك عاليه جدا لان عندك لعيبه بتتميز بالسرعه والانطلاقات والمهاره. فالنهارده التيم ده الحمد لله، ده التيم على فكره ده اللي بيلعب على طول تقريبا، اللي خد بيه الدوري وخد بيه الكاس. بالظبط. واخد بالك ازاي؟ فطبعا ان شاء الله اتمنى لهم التوفيق، لان هم التوليفه دي ابتدت تبقى في علاقه تفاهم جيده جدا بينها وبين بعض وبينهم وبين المدرب. صحيح. فده التشكيل، انا رايي ان هم هيلعبوا 3 4 3. واخد بالك ازاي؟ تشكيله الاربعه مين يبقى موجود بتاع دي حسب بقى جوه الملعب بقى نشوفه. جميل.